حضرتك أيضا يعني لديك مطالبات بإنشاء الصندوق نعم، للأمراض إيه. السرطانية، أصحاب الأمراض طالبنا السرطانية حقيقة، يعني بسبب يعني الاستخراجات النفطية والنفايات. طالبنا إنشاء صندوق سيادي لمحافظة البصرة بالنسبة للمصابين بالأمراض السرطانية. سرطانية. طبعا أنا أشكر الأخ السيد محافظ البصرة، بعد أنه فتح ملف الأمراض السرطانية في محافظة البصرة تم تخصيص قطع الأراضي لجميع المصابين بأمراض السرطان حتى المتوفين في هذا المرض، وأعتقد السيد المحافظ وافق على جميع الطلبات. الآن فاتح هو الأمان العام للمجلس الوزراء لحسم هذا الملف، وأعتقد الرجل واضح بكلامه أنه في حال أنه ورود الإجابة من مجلس من الأمان العام للمجلس الوزراء حول تخصيص القطع الأراضي للمصابين بالأمراض السرطانية وبالتحديد في محافظة البصرة، راح يكون توزيع قطع الأراضي لهم، وراح نستمر بالمطالبة لاستحقاق هذه الفئة. حقيقة شريحة كبيرة في محافظة البصرة من المصابين بالأمراض السرطانية، وطالبت بتخصيص أراضي للمصابين بالفشل الكلوي، وأعتقد السيد المحافظ وافق، وبنفس الوقت فاتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال أثير يعني قناتكم الموقرة. نتمنى على الأخوة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإسراع بالإجابة، إجابة محافظة البصرة حول تخصيص قطع أراضي لأنه المصابين بالأمراض السرطانية في محافظة البصرة، إنهم يمثلون نسبة واسعة وكبيرة من أبناء المحافظة، وكذلك المصابين بمرض الفشل الكلوي، وهذا أعتقد كله من جراء العمليات النفطية وحرق الغاز في محافظة البصرة. أما أنه طالبنا حقيقة دولة رئيس الوزراء وبدوره فاتح وزارة المالية حول إنشاء صندوق سيادي لدعم مرضى السرطان. تعرفين أنه بعض العوائل متعففة وتحتاج إلى تمويل، وبالتالي أعتقد ما يقدر يشتري له علاج أو الإبرة اللي أنه هذا، فأعتقد إذا كان هنالك صندوق لأنه معالجة الأمراض السرطانية في محافظة البصرة، ما راح يحتاج المريض أي شخص في دعم هذه الأمراض والمصابين بهذا المرض. هو مطالبة حاليا يعني مطالبة وزارة المالية حقيقة أنه أكو صندوق في إقليم كردستان لمعالجة الأمراض السرطانية، طالبناهم أسوة بإقليم كردستان معالجة الأمراض السرطانية في محافظة البصرة. الآن تداول بين رئاسة الوزراء، مجلس الوزراء، ووزارة المالية، وبالتالي احنا راح نصر على انه اقرار هذا الموضوع، وراح نطالب بحصة من الموازنة لانه انشاء هذا الصندوق في محافظة البصرة.